عندنا اتصال الأخ إسماعيل من القدس الشريف. أخ إسماعيل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أخ إسماعيل. تود إعلان التشيع، حياكم الله أخ إسماعيل. بإذن الله نجاح. طيب، ما الأسباب التي دعت إلى تشيعك أخ إسماعيل؟ الله، الصراحة الرفع من مقام النبي عليه الصلاة والسلام، صلوات الله عليه وإمامنا علي عليه الصلاة والسلام. يعني أنا من صغري بحبه، بس أسمع اسمه وهيك بحس بشي غير عن الباقي، غير عن اللي بقول عن الصحابة والأسامي الباقي هاي، الله يلعن المعد وعن اللهم. وحبيت شغله كثير بالإمام علي، إنه رغم إنه يعني مقامه وقيمته قديش هو بقدس الرسول، هاي شغله كثير عجبتني فيه. سبحان الله. يعني مآمن الاثنين، والإمام علي كان زي خادم كثير كثير يشرفني من الدين، يعني حسيت إنه الإسلام عظيم بس عن طريق الإمام علي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينير بصيرتك يا أخانا. فالذي دعاك إلى أن توالي محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم هو حب علي صلوات الله عليه، وتوفيق إلهي أن تعلن تشيعك في يوم شهادة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فبارك الله بكم وبوركتم. إذا كنت جاهزا لإعلان التشيع فالشيخ معكم. شيخنا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخانا الكريم. عليكم السلام ورحمة الله حبيبنا شيخ. حياكم الله وبياكم، أسأل الله تعالى أن يثبتك ويحميك. اللهم آمين بإذن الله تعالى. إحنا بنحبك كثير على فكرة. جزاكم الله خيرا، وأنا كذلك، جزاكم الله خير الجزاء، وأحيي صمودكم كذلك في القدس الشريف، ودفع الله عنكم كيد الظالمين. اللهم محمد محمد صلوات الله عليه. على بركة الله تعالى، قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لا شبيه له ولا نظير، وأنه لا شبيه له ولا نظير، جل جلاله، جل جلاله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وسيد الخلق أجمعين، وسيد الخلق أجمعين، ومبرأ من كل عيب وشين، ومبرأ من كل عيب وشين، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله، أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله، أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله، أشهد أن فاطمة الزهراء، أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله، وأبناءها المعصومين حجج الله صلوات الله عليهم، صلوات الله عليهم، أبرأ إلى الله، أبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان، من أبي بكر وعمر وعثمان، وعائشة وحفصة، وعائشة وحفصة، وسائر أعداء رسول الله، وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان، أشهد أن أبو بكر وعمر وعثمان، وعائشة وحفصة، وعائشة وحفصة، في النار، الدرك الأسفل من النار إن شاء الله. صلوا على محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجه وفرج عنهم. هنيئا لك أخانا الكريم، أسأل الله تعالى. تلقت الشهادة منا. ما شاء الله، ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله، هنيئا لك، وأقر الله عينك وعين زوجك إن شاء الله بالجنة بصحبة محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم. وإن شاء الله نسمع أن أهل القدس الشريف وأهل فلسطين العزيزة كلهم يعودون إلى رحاب الولاء لأهل البيت قريبا عاجلا إن شاء الله. إن شاء الله شيخ دعينا، الله يعطيك الصحة والطول، وفقكم الله ونصركم إن شاء الله وحماكم من كل مكروه. حياكم الله يا أخ إسماعيل، أهلا وسهلا ومرحبا بك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرك تحت ظل محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليه. شكرا جزيلا لك يا أخانا، حياكم الله. شيخنا طبعا الأخ إسماعيل كان من المشاركين بخدمة الواتساب، فإحدى حسنات خدمة الواتساب إعلان تشيع الأخ أحد الأخ إسماعيل. الحمد لله، هي بالفعل خدمة يعني حديثة وجيدة، الحمد لله.